اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية في مختلف القطاعات لسيما ما يتعلق بإنشاء وتطوير شبكة الطرق وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الواقعة على جانبي المحاور والطرق الرئيسية لاقامه مناطق تنمويه صناعيه وزراعيه متكامله بما يحقق اهداف حل مشكله الاختناقات المروريه التي طالما عانى منها المواطنون خاصه في المدن والاحياء الرئيسيه وكذلك زياده وتسهيل حركه التجاره والاستثمارات وتعزيز الانشطه الاقتصاديه المختلفه على نحو يسهم في تحقيق اهداف التنميه الشامله والمستدامه كما شهد الاجتماع عرض مشروعات الهيئه الهندسيه في اطار الاستراتيجيه القوميه لتعمير وتنميه سيناء وكذا استعراض الموقف الانشائي والهندسي للمشروعات في المدن الجديده في جميع انحاء مصر واضاف المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصله الاعمال الجاريه والالتزام بالجداول الزمنيه المقرره وتطبيق اعلى المعايير والمواصفات سواء في مراحل الدراسه والتخطيط او التنفيذ والمتابعه والتقييم مع الاهتمام بالتنسيق الحضاري والاشتراطات البيئيه منوها الى ان العمل الحثيث والدؤوب في المشروعات القوميه الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن شمالا وجنوبا وشرقا وغربا يهدف لتاسيس واقع مصري جديد يمتاز بارتفاع جوده الحياه وزياده فرص العمل والتنميه لجميع المصريين.